هلو، مساء الخير، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم رموشي وايد سألتوني عنهم. هم من هدى بيوتي اللي للأسف قطة العلبة اللي يكون بس الطرف كذي صايرين نص، بس حيل حلوين. المهم بكلمكم اليوم عن الشيء هذا، اسمه بلينك بوب. شيء وايد 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 حلو. تقدرون تسمونه نفس سيفينج بوكس او شيء حق التوفير، لأن في وايد أشياء مهمة وسعرها خيال. أول شيء لازم تعرفون أن الماسكات اللي بالعلبة هذه كلها براند كوري، وكلنا نعرف شكثر البراندات الكورية حلوة حق الجسم حق البشرة. العلبة هذه فيها ماسك حق الإيدين، ماسك حق العيون، حق الأظافر، حق الريول وحق الوجه. تخيلوا كم سعره، إن هذا أنا أحس وايد حلو حق السفر. هذيلا هما الماسكات، هذا حق العيون، طبعا كل شيء منه فايدة. هذا حق الفيس، هذا فوت ماسك تقشير وسوالف، هذا حق الأظافر، وهذا حق الإيدين. كل هذيل ب3 دنانير و750 فلس. فاليوم أنا بسوي استخدم ماسك العين، لأن أحس ان عيوني حيل تعبانين كلها حمر. هذا الماسك بالكولاجين حقنا احنا عقب ما ترجعون من الدوام تعبانين، تسوي كذي نفس ريلاكسيشن، يرطب منطقه تحت العين، وهو بالكولاجين. فالحين انا اول شيء راح اسويه راح امسح مكياجي، راح استخدم هذيل من فيتشي، ردوا اخيرا صدق وايد حلوين. غسول مع مرطب وبخاخ، مسحت وجهي والمكياج. هذا تحطونه بس غسول حق الوجه. متابعيني يدرون انا استخدم براندين حق يعني انظف فيهم وجهي من الميك اب، فيتشي ويوسكن، وكل فتره اغير بينهم. مع الباكج هذا بخاخ نضاره ريفرش حق الوجه، تستخدمونه بأي وقت. الحين راح أحط الماسك، سوري على المنظر الفظيع، حطيته كذي بخليه تقريبا ربع ساعة. أوكي، هذا ترطيب ونظارة حق الإيدين. زين، هذا لبستهم كذي، وتسوون شوية مساج بشكل خفيف عشان الدواء كله يدش داخل. بخليهم كذي ربع ساعة وبغسل. مال العيون حلو حق التعب، حق يعني ينور كذي تحت العين، يرطب بالكولاجين. هذا بالشيا بتر حق الإيدين، ترطيب نضارة. حلو بنات الاهتمام هذا، يعني أنا أحب الأشياء هذه الخفيفة اللي ما تاخذ مني وقت وايد. سويت حق ريولي بعد، طلع بنات مو تقشير، ترطيب وينعم الريول. يعني بارد، الله بنات وايد ينعم.